السلام عليكم متابعين سوس بلاتر ديكو، اهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. غادي نشارك معكم الخدمات ديالنا اللي درنا هاد الايامات، يعني الخدمات ديال هذا الاسبوع في كره جداد. هذه بيت النعاس، وهاد الدورات هادو اللي درنا هنا غادي نديرو فيهم ان شاء الله لي سبوت ديال الضو. وهاد الدورات، هاد الدورات الكبار هادو غادي يكون فيهم عاوتاني بيت. هذه بيت النعاس، وهذا عاوتاني صالون، صالون رومي جديد من الديكورات ديال 2020. هادشي اللي كاين دابا، وغالبا هادشي اللي تيطلبو الناس بزاف دابا، يعني الديكورات ديال ليد، شي حاجة اللي كتكون فيه من نيو كيدور ليه السينتا ديال ليد هنايا. وهاد الدورات عاوتاني فيهم ليد، والقناط، القناط ديال الصالون بحال هاد القنت هادي. وعاوتاني هادي تيكون فيها السبوطات كيف العادة، وكاينين اللي كيدير البيفانو وهنا بلاصة التريا. هادي بلاصة البلازما، هادي تحت الجرات ماشي ديال القبس. وهادو لقواس خفاف بحساب كل واحد شنو كيبغي. وهذا كولوار تا هو غادي يكون سامبل خفيف وظريف. وهذا دوش، هاد البلافو طالع واحد هابط، هاد البلاصة اللي هابطة هادي غادي يكون فيه جاكوزي، يعني الحمام يكون معزول في الما ديال الجيج. وهادي غرفة الأطفال بيدي الدراري الصغار، تا هي خفيفة وظريفة، بلاصة لي سبوت وبلاصة الليد. وهنا بلاكار، وغنجيو لاكويزين. هذه هي لاكويزين كما كتشوفوا، 60 خارجه من الفوق، يعني كما خارجه الطبله من تحت. هذه الطبله ديال الرخام، بالنسبه للرخام الناس ديال اكادير تيزني تارودانت، يعني النواحي ديال اكادير اللي عنده شي خدمه ديال الرخام ولا شي حاجه، راه ان شاء الله نخلي لكم النمره ديال الرخامي في الديسكريبسيون. راه الخدمه تبارك الله، راه خدمه متقونه كما كتشوفوا. هذه هي الكوزينة، 60 سنتيم كما خرجت الطبلة من التحت، تطلع عطيني الطبلة بالقط من الفوق. وهنا الإخوان، هذه بلاصة الدروز، هذه التخالي ديال البارتمان، كل بارتمان كيكون فيه ديكور بحال هذا. صور ديك الدرجة؟ أييه، هاد التخالي ديال البارتمان، هنا تيكون فيه السبوطات. هادي الضوايا، هادو الدروج ديال الرخام كما قلت لكم. السيد اللي كيدير الرخام ان شاء الله راه نخلي لكم النمره ديالو في الديسكريبسيون، اللي بغا ان شاء الله الخدمه ديالو راه نقيه. والدروج هما الدروج هما هادو، وهذا بروميان ايطاج. بالنسبة لاكويزين راه بحالها بحال ديال التحت، غير هاديك الفوقانية فيها الدورة، هادي فيه في الكروات، حتى في القوس هنا ماشي دورة، حيت هنا كلشي خدمنا على الكار. هذا كولوار، وهذا صالون ديكور سامبل. نتو شاهد تاني بحالو بحال بحال الفوقاني بحال تحتاني. وهادي عاود تاني بيت الناس، بيت الدراري. هادي بيت الدراري فيه ديكور شويه ديال البلدي وشويه ديال الرومي.
وهذا هذه المغازه. اللي عنده شي خدمه ديال امسترونغ ولا شي حاجه ان شاء الله رحنا موجودين. وهذا الفيديو ديالنا اليوم، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. ما تنساوش ديروا لينا ابوني، تخليوا لينا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم، واللي عنده ان شاء الله شي حاجه بغى يسول عليها ولا شي حاجه راه نساعدو ان شاء الله. راه نخلي النمره ديالي في الديسكريبسيون، اللي عنده شي حاجه يصيفطها لي في الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.